طلابنا الأحباب في طلاب صف السادس، هنتكلم على الوحدة الثالثة. بداية بيتكلم عن كلمات الاستفهام اللي هي زي ما احنا شايفينها في الجدول: where، where يعني أين، when يعني متى، what يعني ماذا، why يعني لماذا، how اللي هو كيف، who يعني من، whose ملك من، which يعني أي للاختيار. دلوقتي عندي في تمرين جميل بيقول لي فراغ was king فهد causeway opened، واداني الإجابة بيقول لي in 1986 يعني في سنة 1986. لما تكون الإجابة يا جماعة زمن يبقى هنسأل بمتى، يبقى متى يعني وين زي ما احنا شايفين. نمبر 2 بيقول لي did you buy at the gold market، قال له a gold ring، a gold ring يعني خاتم ذهبي. الله، يبقى ده شيء غير عاقل. يبقى لما أسأل عن شيء غير عاقل يعني هنقول ما أو ماذا، يعني ماذا اشتريت من سوق الذهب أو ماذا اشتريتي. فهناخد هنا يا جماعة what، what did you buy at the gold market. نمبر 3 بيقول لي can you go scuba diving in the sea، in the sea يبقى in the sea ده إيه، ده مكان. يبقى لما نحب نسأل عن المكان هنسأل بإيه، بأين، وأين يعني إيه يا شطار، يعني where، where can you go scuba diving؟ قال له in the sea. Number 4 do people go to restaurants، do people go to restaurants، قال له to eat food، لكي يتناولوا الطعام. يبقى هنا بيديني سبب، يبقى هنا بديهيا السؤال هيبقى بلماذا، لماذا يذهب الناس إلى المطاعم، يبقى why do people go to restaurants. Number 5 بيقول لي does your father go to work، does your father go to work، قال له by car. الله، ده هنا بيسأل عن وسيلة النقل أو وسيلة المواصلات، يبقى كيف يذهب أبوك أو والدك إلى العمل، يبقى هناخد هنا إيه how. يبقى الجدول ده مهم جدا، لازم نحفظ أشهر كلمات الاستفهام التي تستخدم بشكل كبير: where، when، what، why، how، who، whose and which. ودي بنسميها يا جماعة WH questions. طيب بنيجي بعد كده على اللي هو موضوع مهم جدا، اللي هو ازاي نعمل سؤال في زمن الماضي. اتفقنا في الحلقة اللي فاتت ان انا كان عندي كلمة اسمها used to، لما يكون عندي الفعل في الماضي، وقلنا الماضي ده لو عندنا شكلين، يا اما يكون فعل عادي اخره دي واي دي زي played، worked، started، studied، او يكون غير عادي او غير منتظم. وهنا يتطلب من الطالب الشاطر يعني الذكي ان هو يحفظ اكبر قدر ممكن من الافعال اللي هي غير المنتظمة. وفي معظم كتبنا في المناهج الدراسية بتاعتنا بنلاقي حاطط لي جدول في نهاية الكتاب مجمع فيه مجموعة الأفعال الريجولر فيربز اللي هي غير المنتظمة، فيقدر طبعا يحفظ ويعرف معانيها. المهم في الموضوع ان انا لما اجي يكون عندي جملة في زمن الماضي ويقول لي كون عليها سؤال، الفعل المساعد اللي يتبادر الى ذهني في هذه اللحظة هو did. هو ايه؟ هو did. احنا عارفين اجزاء السؤال زي ما اتكلمنا قبل كده، ان السؤال بيتكون من كلمة استفهام وبعدين الفعل المساعد مباشرة. وللأسف الشديد طلاب كتير جدا بينسوا يحطوا الفعل المساعد، يقول لك where you، where she، where they. ما ينفعش، لازم بعد كلمة الاستفهام اجيب فعل مساعد. طب ده انا بجيبه مزاجي؟ لا 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 لا، ده انت بتجيبه على اساس الجملة اللي هو مديها لك. فهنا بيقول لي he played football yesterday، نشوف كده الجملة الكبيرة دي هكبرها لكم اهي، بيقول لي he played football yesterday. يبقى دي جملة عادية في زمن الماضي البسيط، وحط خط تحت كلمة yesterday. يبقى احنا اتفقنا ان yesterday يعني امس، وامس يعني زمن. ولما نيجي نسأل عن الزمن نسأل بايه؟ نسأل بمتى، متى يعني when. فانت هتيجي تقول لي when، وبعدين هتوقف تقول طب اجيب فعل مساعد منين؟ ايه هي الافعال المساعدة؟ في حلقات قبل كده وفيديوهات قبل كده قلت لكم ان الافعال المساعدة هي الافعال الصغيرة
وكان عندنا مجموعة كده مشهورة اللي هي am, is, are, was, where دول verb to be, have, has, had دول verb to have, do, did, does دول verb to do، وبعدين عندي الأفعال الناقصة. الكلام اللي هنتكلم فيه النهاردة اللي هو إيه؟ زمن الماضي البسيط، يبقى هاخد did. يبقى أنت حضرتك هتقول when did. ليه؟ لأن أنا بسأل عن الزمن، ولما أسأل عن الزمن بسأل به when. طب والفعل المساعد خدته did ليه؟ لأن الجملة عندي ماضي. طب وإزاي عرفت إن هي ماضي؟ لأن عندي كلمة yesterday يعني أمس تدل على الماضي، وعندي كلمة played فعل ماضي منتهي بالإيد. يبقى هنا هنقول when did، وبعدين أجيب الفاعل. طب هو الفاعل ده فين؟ اللي هو هي، يبقى when did he. ولما نحط did يا ولاد بنرجع الفعل الأصله، يعني بخلي played تبقى play، فتبقى when did he play، when did he play football. طب ويسترداي هي الإجابة، ما ينفعش أحطها في السؤال، فيبقى السؤال زي ما احنا هنشوف دلوقتي when did he play، هتبقى when did he play football. يبقى أنا دلوقتي سألت عن yesterday به when، والجملة لقيتها عندي في زمن الماضي، خلاص. طب هنعمل ايه؟ هنقوم رايحين واخدين did اهو، when did they، طبعا هو أخطأ هنا وكتب they، هي المفروض when did he play. طيب لما يقول لي yes they went to the park، yes they went to the park، لما تكون الإجابة بيس أو بنو، لما تكون الإجابة بيس أو بنو، قال لك هنا مش هنحتاج كلمة استفهام، يعني مش هحط what ولا where ولا when ولا أي حاجة. أمال هعمل إيه؟ هبدأ الجملة أو هبدأ سؤالي بفعل مساعد. طب أنت عندك الزمن إيه؟ قال لي they went to the park. وأنت هنا لازم أهو اللي أنا قلت عليه بيجي أهو، إن لازم الطالب يكون حافظ التصريفات، لأن لو ما كانش عارف إن went هي الماضي من جو، مش هيعرف إن الزمن في الماضي البسيط، وبالتالي مش هيقدر يستخدم did. يبقى هنا هنطير yes ونبدأ سؤالنا بdid، وبعدين الفاعل اللي هو they، فهتبقى did they، وأنت رجح الأصلها هتبقى إيه؟ تبقى go. يبقى did they go to the park. التمرين اللي قدامي بيقول لي بدر met his uncle at the airport، وبقول لي form a question أو ask a question أو ask وسكت. بدر met his uncle at the airport، وحط خط تحت at the airport. طيب يبقى هو هيسأل عن إيه؟ هنسأل هنا عن المكان يا ولاد، هنسأل هنا عن المكان، فهنا هنقول إيه؟ where. يبقى مجرد ما تحط where هتشيل at the airport، يبقى انت بتحدد الجزء اللي هتسأل عنه، بتحذفه، بتحط كلمة الاستفهام المناسبة عليه، يبقى where. وبعدين ابص على زمن الجملة، قال لي بدر met his uncle. الله، ده met هنا ايه؟ ماضي تصريف تاني. لو انت مش حافظ التصريفات هتقعد تحتار، يا ترى ده ماضي ولا مضارع، طب اخد do ولا اخد does ولا اخد did، وتضيع نفسك. يبقى لازم يا جماعة نحفظ تصريفات الأفعال، تصريفات الأفعال غير المنتظمة لازم تتحفظ، أنا بقول وبكرر لازم أحفظ الأفعال غير المنتظمة وتصريفاتها. يبقى أنا عندي مد ماضي، فهيبقى السؤال كالآتي where did بدر meet his uncle. ليه؟ طبعا يا ريت لو معاك ورقة وقلم وتكتب ورايا. يبقى السؤال مرة تانية هيبقى where، لأني بسأل عن المكان، did لأن لما قريت الجملة لقيت الجملة في زمن الماضي، بعدين بدر لأن بعد كلمة الاستفهام والفعل المساعد بجيب الفاعل، وبعد الفاعل بجيب الفعل الأساسي، بس هيكون هنا في المصدر لأن بعد دو أو ديد أو داز لازم أرجع الفعل لمصدره، فهتبقى where did بدر meet his uncle، وأقوم حاطط علامة الاستفهام. منساش علامة الاستفهام، طلبة كتير جدا في تكوين السؤال بينسوا علامة الاستفهام. الجملة التانية بيقول لي she bought a new mobile. she bought، الله ده بوت دي ايه؟ قال لك التصريف التاني من باي، باي بوت، بوت يشتري. طيب هي اشترت هاتفا جديدا، يبقى هنا هناخد ايه؟ a new mobile ده هنشيله. طب يا ترى ايه كلمة الاستفهام اللي هتكون مناسبة على كلمة a new mobile؟ ده شيء غير عاقل،
يعني هقول أين اشترت، متى اشترت، ولا أقول أحسن حاجة ماذا اشترت؟ يبقى هنقول إيه؟ ماذا اشترت؟ يبقى هنقول what، وبعدين هاخد دو ولا ديد ولا داز. قال لي هاخد ديد. ليه؟ قال لي لأن بوت ماضي، فهتبقى what did she bought. لا لا لا، what did she buy، يعني أرجع الفعل لمصدره، يبقى what did she buy. طيب yes I watched the football match، اهو رجع قال لي yes و no. اتفقنا ان yes و no بتديني رسالة ان سؤالك مش هيبدأ بكلمة استفهام عادية، ولكن سؤالك هيبدأ بفعل مساعد، والفعل المساعد على اساس الجملة اللي عندك. الجملة اللي عندي يا ولاد ماضي بسيط، ازاي عرفت يا استاذ؟ عندي كلمة watched فعل منتظم، الماضي بنضيف فيه ED، فهتبقى الإجابة هتبدأ بديد، وآي أحولها إلى يو، لأن دايما آي في الإجابة بحولها إلى يو في السؤال، يبقى ديد يو واتشد. غلط، ديد يو واتش، ديد يو واتش ذا فوتبول ماتش، ديد يو واتش ذا فوتبول ماتش. ويبقى كده أنا كونت الإيه؟ السؤال. عندي حتة حلوة قوي أو قاعدة جميلة وظريفة، اللي هو أفعال يأتي وراءها ING، اللي هي like و prefer و enjoy. like prefer enjoy، enjoy يعني يستمتع وده فعل عادي، enjoyed enjoyed. prefer preferred preferred برضو فعل عادي بمعنى يفضل، و like liked liked اللي هو بمعنى يحب. والتلاتة لازم يجي وراهم فعل في ING، يعني أقول I like swimming، I prefer reading books، I enjoy watching TV. يبقى دي افعال بيجي وراها ايه؟ ING. هتجيلي ازاي في الامتحان يا استاذ؟ هتجيلك بشكل واحد، اللي هو هيجيب لك كلمه لايك وبعدها فعل بين قوسين ويقول لك كوركت ذا فيرب. كوركت ذا فيرب يعني صحح الفعل. فلما يقول لي ماي ليتل تشيلدرن انجوي بلاي، يبقى الاجابه الصحيحه انا سمعنا الشطار بيقولوا هتبقى بلاينج. طب نمبر 2، اي بريفير ايت، هتبقى ايتينج. سعد لايكس ورك، هتبقى لايكس وركينج. تمام، يبقى دي الافعال اللي بياتي وراءها الاي ان جي. طبعا اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بحلقه النهارده، وتابعونا على قناتنا في اليوتيوب، هتجدوا كل شيء مفيد وجديد، واشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس عشان يصلكم كل جديد. سي يو سون اند جود باي.